السلام عليكم. ممكن تبدأ تلون بعض الديسيبلين بلون بحيث تميز بينها وبين ديسيبلين أخرى. ممكن تكون مثلا يكون عندك شغل بايبنج خاصة بالصرف، وحاجة تانية خاصة بالدرين، حاجة خاصة بالتكييف وهكذا. فممكن تعمل سيلكت مثلا على شغل الميكانيكال وتقول له اوفر رايت ايتم، وتقول له انا عايز اختار له لون معين وليكن مثلا اللون دوت، تمام. وتختار سيستم اخر وليكن مثلا الكتريكال وتدي له لون اخر، تختار لون اخر وليكن مثلا اللون دوت، تمام. طيب دلوقتي انت عايز تدي شفافيه للاركتكشر عشان تشوف الشغل اللي جواه، فتيجي هنا تقول له اوفر رايت، تقول له شفافيه، وتبدا تدي بعض شفافيه. ما حصلش شفافيه، اعمل ايه بقى؟ عشان تشوف الشفافية لازم تروح للفيو بوينت والمود وتخليه شيدد. تبدأ تشوف الشغل بتاعك بالشكل دوت، تبقى شايف الشغل اللي جوه عامل ازاي. تقدر مثلا تعلم على الاستراكشر وتقول له اوفر رايت وتدي له كولر، وتقول له مثلا ده انا عايز لونه مثلا يكون بالشكل دوت، بلاش الاحمر عشان احنا اخترناه قبل كده. فتلاقي الشغل الإنشائي ظاهر بالشكل دوت، وهكذا تقدر تتحكم في الألوان بحيث يبقى سهل عليك. أول ما تشوف مثلا كلاش بعرف إن الكلاش ده مثلا بين أني سيستم وأني سيستم، أو أني ديسيبلين مع أني ديسيبلين. وممكن تقول له مثلا الأركتكشر أنا عايز مثلا الروم كلها، ولو في سبيس كمان تعمل لها هايد عشان نميز الشغل. الروم على فكرة مفيدة جدا، بحس إن احنا دي طريقة كويسة إن احنا نعرف أني روم متداخلة مع روم أخرى. ده بيبقى مهم جدا لو احنا شغالين في فاسيلتي مانجمنت.